صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتان خلال عبورهما للقناة، وذلك ضمن قافلة الشمال في الساعة الأولى من صباح اليوم. أوضح رئيس الهيئة أن احتكاكا بسيطا حدث بين ناقلة غاز طبيعي مسال وناقلة البترول التي تليها خلال التوقف المفاجئ لناقلة الغاز بالمجرى الملاحي، ومؤكدا أن القاطرات نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب ناقلة الغاز خارج المجرى الملاحي للقناة بواسطة 4 قطرات وجاري قطر الناقلة البترولية العاطلة. كما وجه الفريق أسامة ربيع رسالة تطمأن بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات، حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر ناقلة البترول إلى خارج المجرى الملاحي.